أقف الآن على ساحل مومباسا، المراكب البحرية الموجودة هنا في ميناء مومباسا. مومباسا لها تاريخ كبير عند العرب خصوصا. لما؟ لأن مدينة مومباسا التي تعد اليوم من أشهر المدن الكينية تقع على المحيط الهندي، ولا شك أن هذا الموقع الاستراتيجي أكسبها بعدا تاريخيا وحضاريا واقتصاديا. كانت تأتيها التجارات الواسعة من البلاد العربية كالتمور على سبيل المثال، أو من الهند التوابل وغيرها، وكانت تصدر مومباسا أيضا التوابل وتصدر الأخشاب وتصدر التجارات الواسعة، فهي تعد مركزا مهما قديما من المراكز التجارية التي تستورد وتصدر البضائع أيضا. ما زالت مومباسا تحافظ على قوتها الاقتصادية، ما زالت مومباسا تحافظ على بعدها التاريخي. لما قدمنا مومباسا وجدت أشكال الناس توحي بأنهم عرب، والعرب هنا يشكلون نسبة كبيرة جدا منذ استقرارهم في مومباسا. طبعا استقرار العرب في مومباسا كاستقرار حقيقي بعد الإسلام، لكن كانت لهم وجود أيضا قبل الإسلام.